كشف عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تعيين توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كوسيط بين الفلسطينيين وإسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن اتفاق مزعوم جرى خلال اجتماع بلير مع نتنياهو وغانتس في تل أبيب. الاتفاق تضمن تفاوض بلير مع عدد من الدول لقبول عدد من اللاجئين الفلسطينيين وسط تخوفات من أن تتورط بريطانيا في نكبة ثانية للفلسطينيين. الاتفاق المزعوم لاقى ترحيباً شديداً من متطرفي الحكومة الإسرائيلية كبن غفير وسموتريتش، بينما نفى توني بلير ما نشرته وسائل الإعلام العبري، ووصف ممثله التقارير الإسرائيلية بأنها غير صحيحة، مؤكداً أن تقرير القناة 12 العبرية الذي يربط توني بلير بمحاولات إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في دول عربية وغربية أخرى هو غير صحيح وكاذب، وأن بلير لم يجري أي محادثات بهذا الشأن، فالفكرة خاطئة ومرفوضة من حيث المبدأ.